ايه يا جلال؟ ايه يا جلال؟ ابنك ضرب ابننا يا جلال، وبعدين فارس العطار ده بعيلتكم كلها. طب اهدى اهدى يا سليم، الموضوع يتحل. احنا هنخسر بعض ولا ايه؟ اهدى ازاي يا جلال؟ قولي وفهمني انت، اهدى ازاي بعد ما كنت حاطط ايدي في ايدك وابنك يضربني في ظهري؟ طب اقعد اقعد. تلاتة بالله العظيم ما كنت اعرف ان مروان هيعمل كده يا اخي. ده لعب عيال يا اخويا. لعب عيال يا حبيبي تبقى تستحمله، عشان تبطل يا جل بعد كده تمشي ورا العيال. الله 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 الله، ما انتوا اللي بدأتوا، انتوا اللي دخلتوا العيال في اللعبه. ما بلاش نفتح في القديم احسن، عشان ما نفتحش في سيره اللي عملته انت ومتولي. الله، ما هو زين اهو خلاص يا حبيبي، الله يرحمه دخل في الموضوع وحكم فيه وخلص. انا عارفك لما بتتعصب بتبقى وحش. لا ما ببقاش وحش، ببقى وحش قوي. يلا زي بعضه، ما اختلفناش. وحش وحش على قلبي زي العسل، بس ما تنساش ان احنا كلنا في مركب واحد يا سليم. عارف يعني لولايا ما كانش فارس دلوقتي بقى عايش، ولولايا برضه ما كنتش انت نجيت من حبل المشناه. خلاص ما مش ممكن يا سليم يعملوها الصغار ويقعوا فيها الكبار، ما ينفعش. والغبي قسما عظما بعزة جهله، الغبي ده لازم يعرف الصح. وعموما يا سليم يا اخويا يا حبيبي، محضر لك حتة مفاجأة النهارده، هتبقى اعتذار يا سيدي عن اليومين اللي قعدهم فارس عندنا. يلا. ايوه والله زي ما بقولك كده، النهارده هنرد شرف عيلة العطار. تسكت عن حجي ولا ايه يا عم؟ انا مش صغير. محدش في العطارين صغير، العطارين بيتولدوا كبار. ياد اقعد. طول ما فيا نفس داخل ونفس خارج محدش هيلمسك وعديها له، بس نلم نفسنا الاول ونشوف رجالتنا، وبعدها حقك هيوصلك من قبل حتى ما تسأل عليه. يعني أنا آخرتي هتبقى عكاز؟ ده أنا حتى مش عارف أمشي بيه. واحدة واحدة يا أخويا، وبعدين أنت لسه ما تعودتش عليه، مع الوقت وجلسات العلاج الطبيعي هتبقى زي الفل. أيوه، بوقت العلاج الطبيعي هقدر أتسند على عكاز عشان أخش الحمام لوحدي، صح؟ مش عايزك تقولي الكلام ده خالص، أنت هتبقى أحسن من الأول بكتير. صالح ما تكذبش عليا، انا عارف ان انا مش عارف امشي تاني، بحس ده في كل مره ماما بتحاول فيها تطمني. ماما كانت دايما تقول لي انا نفسي اتسند عليك لما اكبر، دلوقتي انا اللي هتسند عليها. ما تقولش كده يا اخي، كلنا حواليك. من امتى وانتوا حواليا؟ ما كل واحد مالي في حياته، اللي في شغل واللي مسافر، عمر ما كان في حد حواليا. بس انا مش هسيبك، هفضل جنبك عشان انت اخويا اللي بحبه، وهترجع احسن من الاول بكتير. ايوه كده بقى اهو، هتبقى احسن وربنا. ايه يا علي مالك قاعد كدريك في اللي طبيخ خدالك؟ انت اتجنيت ولا ايه؟ انت نسيت انك كبير؟ كنت فاكر لما تبقى الكبير تبقى جنبي مش عليا. هذا اللي عمره ما يحصل يا علي. عاجبك اللي كان عمك زين عامله فينا؟ عايزنا نفضل خدامين عنده؟ يا ريتنا فضلنا خدامين وقلبنا على بعض بدل ما تكبر وتكسب. مبسوط دلوقتي وانت مكان عمك زين واخوك هو الخدام؟ انا عايز اكبرك وارجيك. وانا مش عايز. انا مش فاهم قصه مش عايز دي. مش عاوز يا اخي. مش عايز ايه بالظبط؟ مش عايز تحرك لي بمزاجك وتجوزني بمزاجك كيف الحريم؟ لا عندك
انا بتجوزك بمزاجك انت، احنا ما حدش معانا عشان تمثل انك مغصوب على جوازتك من بنت زين دي. انت هتتجوزها بمزاجك انت عشان انت بتحبها ومن زمان كمان، وعارف كمان انك عمرك ما فكرت في حد غيرها. يعني انت متجوزها بمزاجك مش بمزاج انا. مش غصب عنها يا عبد الله. ترضاها لي؟ ترضاها لاخوك؟ سبق ورضتها على نفسي يا ابن امي وابوي، بس انت حظك احسن مني بكتير. هتتجوز اللي بتحبها. يا ريتها كتبت لي يا عبد الله. وانت بقى هتجوزاني عشان بحبها ولا عشان مصلحتك؟ لا عشان مصلحتي ومصلحتك انت كمان. البنت دي لازم تبقى في صفنا، اخويها يا اخي، وخليها تحبك. كيف بس؟ كيف؟ عمري ما هنسالك انك صغرتني يا كبير. كان في حالة دفاع عن النفس بعد الفيديو اللي تعرض على وسائل التواصل الاجتماعي بشكل ناقص عشان يظهر العكس. أستاذ سليم، هل الدرجات دي منافسة بين رجال أعمال ممكن توصل لحبل المشنقة؟ هو ده اللي واضح للأسف. تفتكري مقابلة عمي دي هتفرق معنا؟ أكيد إن شاء الله هتفرق معنا في الشغل، والباقي هيبقى شغلنا احنا وشطارتنا. بس أنا كان نفسي يبقى ليا دور معاكم. انت هيبقى لك دور. زكريا مستحيل يقدر يتابع كل شغل الشركه، وصالح ملوش في التجاره انت عارف. يعني انت اللي هتسندني وهتشيل معايا في الشغل. اشيل ايه؟ انا مش قادر اشيل نفسي حتى. ايوه دلوقتي عشان رجلك مكسوره، انا قصدي لما تخف انت هتبقى سندي. انا عارف، بس انا خايف تفضلي مستنيه حاجه عمرها ما هتحصل. هتحصل، هتشوف. بنبعدهم عنا، احنا عايشين الحياة اللي بتخلينا نبعد عن الناس اللي بنحبهم علشان ما يتأذوش معانا. احبك، احبك وانقسم نصين على فمك، اضمك وانطلق جناحين ورفرف بك، أطير بيكي وأطير ليكي وأضفر غنوتي بلحنك. أحبك. تنمت يا ده حسن؟ سايب الدكان ونايم؟ مؤاخذة يا عم حمزة، أنا بس كنت تعبان شوية فريحت، وبعدين عملت جرد لكل الحاجات اللي في المحل وكله تمام. ما تنامش تاني، اغسل وشك عاد ساعة كده وتقفل الدكان. حاضر يا عم حمزة. صحيح أنا الفلوس دي لقيتها في الكرتونة بتاعت الشاي. حطيتهمش في الدرج ليه؟ حطهم ازاي بس في الدرج يا عم حمزة؟ يعني أنا معرفش أصلا دي فلوس ايه، وبعدين احطهم في وسط الفلوس بتاعتنا كده الدنيا هتتلخبط. تمام يا حسن، الله يرضى عليك يا ولدي. ربنا يخليك يا عم حمزه. بصعبش عليك؟ وامي وعيلتي ومراتي اللي هم ما يعرفوش حاجه عني، ولا انا اعرف حاجه عنهم، ولا عارفين يوصلوا لي. وكل ده بسبب ايه؟ ابوك اللي زقك عليا. ما صعبوش عليكي؟ انا مش عارف ازاي صدقتك. عشان ما كنتش بمثل، بحبك بجد. عمرك ما خدت بالك من نظراتي ليك؟
ويوم ما اتكرمت وقربت مني كنت دايما بتفكرني ان انت متجوز، وبان انا رخيصة، وان انا ضلك في السر. ما تقوليش ان انت ما خدتش بالك، ما خدتش بالك ان انا محتاجة لك ومحتاجة حنيتك، ان انت دايما بتبعدني عنك. انا ماليش دعوة بابويا، انا بحبك يا زكريا. وانا عمري ما كرهتك يا نادية. عمرك ما كرهتني؟ مش كفاية يا زكريا؟ انا عمري ما حسيت ان ضعفي معاك عيب، وده من حبي فيك. انا بضعف معاك وبقوى بيك، بس ابوس ايدك، ما تكسرنيش اكتر من كده. مش عشان ابنك اللي في بطني،